لما تتخانق مع مديرك في الشغل او مع حد من اصدقائك في الشغل، في بعض الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها عشان خاطر ما يبقاش شكلك غلطان او يتمسك عليك غلطة. بيتواصل معايا ناس كتير جدا من المدرسين، خصوصا لو هما شغالين مثلا لسه جداد او فريش ومش عارفين يتعاملوا ازاي في المواقف المختلفة، او مش متعودين على الاحتكاكات المباشرة، وبيجي لهم مثلا مدير جديد في الشغل، انستراكتور جديدة في الفريق، بيبقى في حد كده يعني بيجي بيبوظ النظام في الشغل وهما ما بيعرفوش يتعاملوا معاه، وبيحصل كلاشات كتير ما بينهم، وهما في الاخر يعني بالرغم من ان الحق معاهم فعلا، ولكن طريقتهم في التعامل ممكن تكون بتقلب عليهم الترابيزة وبتخليهم هما اللي طالعين شكلهم وحش جدا قصاد الناس، ومش بعيد هما اللي يترفضوا اساسا. يعني من الاخر ده اللي بيحصل فعلا، والناس اللي غلطانة هي اللي بتكمل في الشغل عادي جدا. فعايزة اقول لكم شوية كده ملحوظات صغيرة ممكن تجربوها لما تتحطوا في اي كلاش او في اي صراع بينكم وبين اي حد في الشغل، عشان خاطر تضمنوا ان انتوا تاخدوا حقكم بشكل مهذب ولطيف وبروفيشنال، وفي نفس الوقت يعني من غير ما نتسبب في اي اذية لحد او لنفسنا. رقم واحد، اي كلام بينك وبين اي حد في الشغل لازم يكون متوثق. التوثيق، الدوكيومنتيشن، اتكلمنا عنها في فيديو قبل كده، وازاي تعمل دوكيومنتيشن على اكسل شيت مثلا بينك وبين الطلاب علشان خاطر تعرف عدد الحصص اللي اديتها والكونتنت اللي عملت له كفرنج والحاجات دي. المره دي هنتكلم بقى في التوثيق في هيئه ان انت ايه طريقه التواصل بينك وبين الناس في الشغل، ودي الطريقه اللي هتستخدمها عشان توثق اي كلام حصل ما بينك وما بينهم. يعني مثلا جه المدير بتاعك او السوبرفايزر او الكوردينيتور قالوا لك انتوا دلوقتي هتدرسوا الطالب الفلاني في الميعاد ده بدل الميعاد ده، وعملوا تغيير في المواعيد، فانتوا رحتوا وطلع ان الميعاد مش هيتغير من الاسبوع ده، هيتغير من الاسبوع اللي جاي، فحصل مثلا مشكله وحصه فاتتكم او في اي مشكله حصلت مع الطالب وما حضرتوش الحصه، وتيجوا بعد كده تقولوا للكوردينيتور ما انت اللي قلت لنا 1 2 3، فهي تقوم قايله لا انا ما قلتلكمش، دي فلانه اللي قالت، تروحوا لفلانه لا انا ما قلتش، ارجع لفلان لا اطلع لعلان، وفي الاخر انت اللي هتلبسه في الحيطه، ومش بعيد ان انتوا تزعقوا معاهم وهكذا. وفي الاخر لو المؤسسه هتختار ما بين اتنين وظاهريا اللي مش مفهوم مين اللي معاه الحق، ساعتها هيختاروا اللي بيشيل الشغل الاكتر. انا بهلكم من الاخر، الكوردينيتور بتشيل شغل اكتر ظاهريا من توظيف السيشنز سكيدجولز والجداول بقى والتعامل مع الطلاب والحاجات دي، وانا عندي مدرس ده شايل مثلا 3 4 سيشنز بير ويك، فساعتها انا سهل اجيب مدرس تاني اكتر من ان انا اجيب كوردينيتور مثلا. فساعتها انا كصاحب عمل مش قادره افرق مين اللي كان صح ومين اللي كان غلط، ساعتها هقول ايه، لا احنا نكبر دماغنا من المدرس ده وخلاص هنجيب مدرس غيره طالما المدرس ده بيعمل مشاكل، خصوصا لو الكلاش حصل بشكل سيء ما بينك وما بين الكوردينيتور. يبقى في الحاله دي انا اعمل ايه؟ دايما يعني الوقايه خير من العلاج. انا لما اعمل دوكيومنتيشن من البدايه خلاص، احنا يوم ما يحصل المصيبه هنرجع للدوكيومنتيشن دوت، والموضوع كده ايه يعني، الكوردينيتور هتقول اه صح انا اللي عملت كده، طيب خلاص معلش هنعوضها المره اللي جايه، وهي اللي هتطرمخ على الموضوع علشان خاطر هي عارفه انها غلطانه والغلطه مثبته عليها. طبعا احنا مش بنعمل الدوكيومنتيشن بشكل سيء، لكن ببساطه شديده جدا مثلا انا اتفقت مع مستر محمد الكوردينيتور او السوبرفايزر على تغيير معين، واتكلمنا فيه في الفون او اتكلمنا فيه فيس تو فيس، فبعد ما بروح او في نفس اليوم او بعد القعده بقوم بعتها ايميل، لو دي طريقه التواصل، أو طريقة التواصل واتساب ايا كان، المهم تكون كتابية، ان انا بكتب له يا مستر محمد I was so happy to talk to you today about 1 2 3 4 و I'm just confirming ان التغيير الفلاني هيحصل كذا بدل كذا بالميعاد باليوم بالساعة بالثانية الكلام اتفقنا عليه امتى وميعاد تنفيذه من امتى. ففي الحالة دي اي تغيير هيحصل بعد كده خلاص احنا مش مسؤولين عن الخطأ اللي ممكن يحصل. يبقى رقم واحد ايه يا ولاد؟ التوثيق. عودوا نفسكم كده عليها، ان انتوا حتى لو بالفرض يعني مامتكم طالبة منكم تجيبوا شوية حاجات وانتوا راجعين، يبقى اكتبوا لها كده على الواتساب، انتي قلت لها النهاردة في المكالمة اجيب معايا 5 جنيه فينو وازازة لبن وب17 جنيه اي حاجة، المهم ان انتوا هتكتبوا لها دوت عشان يبقى التوثيق هو كده مبدأ احنا عايشين بيه في الحياة. واحدة من الـ dirty communication techniques للأسف اللي بتحصل من بعض الأشخاص المش professional ومش ethical وبتبقى حاجة سيئة جدا، اللي هو حرفيا يعني ناس مش بتراعي ربنا اطلاقا، وهي ان ممكن حد بينك وبين
بينه كده يتكلم معاك بشكل وحش جدا لدرجة ان هو يعصبك ويحرق دمك، وبعد كده يجي قصاد الناس يتكلم معاك بشكل لطيف جدا وتكون انت خلاص يعني الدم ضرب في نافوخك، وتقوم رايح مرزع له قصاد الناس ويرجع بعد كده هو اللي يعيط. عارفين اللي هو مبدأ ضربني وبكى سبقني واشتكى والجو دوت. في ناس بتطبق الموضوع ده بحذافيره وبيحصل بشكل سيء جدا. طيب انت تأمن نفسك من حاجة زي كده ازاي؟ وهي ان انت دايما تكون يعني هادي، تكونوا اعصابكم هادية يا جماعة. احنا ما ينفعش يعني نلوز اور تمبر في الشغل، مهما كان اللي قصادنا يكون بيحاول يستفزنا احنا ما ينفعش نعلي صوتنا، وما ينفعش نقل ادبنا، وما ينفعش نعمل كل الكلام ده. احنا ممكن ناخد حقنا، بصوا يعني اخد الحق صنع، فانت عايز تاخد حقك فانت لازم توقف اللي قصادك عند حده، تمام؟ يعني مثلا جه واحد قاعد يزعق لك ومش عارف ايه وكده وقصاد الناس ببساطه شديده جدا، طيب يا مستر فلان انا شايف ان انت متعصب دلوقتي، خلينا نتكلم في وقت تاني، وخد بعضك وامشي، او انتي بنت اعملي نفس الحركه، ما تفضلوش واقفين فيبقى الناس كلها واقفه بتتفرج على الخناقه شايفين واحد عمال يزعق للتاني والتاني اصلا مؤدب ومش هرد. انت مؤدب ومش هترد، بس مش مضطر ان انت تفضل واقف في مكانك، انت خد بعضك وامشي. فطبعا هيبقى شكلها جدا ان انت اللي سبت الشخص ومشيت، فدي كده ايه طريقه. نيجي بقى للسيناريو بتاع ان هو الشخص ده بيتكلم معاك بطريقه وحشه بينك وبينه، وبعد كده بيجي قصاد الناس يغير الاستراتيجي وبيبقى فيه فيك سمايل وبيتصرف بشكل هادي جدا وانت متعصب. ففي الحاله دي بينك وبينه خلاص طبعا انت دخلت على خوانة اول مرة، وده طبيعي، اي حد بيتعرض للموقف ده اول مرة بيبقى مش عارف يعني يرد. لو اتكرر معاك الموقف ده تاني تعمل ايه؟ حد بيتكلم معاك بشكل مش appropriate يبقى انت بينك وبينه زي ما الموقف حصل كده بينه وبين بعض دلوقتي، يخلص دلوقتي حالا، تقوم قايلها يا مس فلانة والله انا يعني مقدر ان انت عندك good intentions ورا الكلام اللي انت عايزاه او التاسكس اللي انت بتطلبيها، however I would really appreciate it لو محتاجة مني حاجة ممكن يعني ايه يبقى عندنا طريقة تواصل الطف من كده وكده، اديها يعني ايه firm face كده وبعد كده امشي. يعني هي في كل الاحوال هتاخد شنطتك وتمشي، تمام؟ فهي طبعا هي اللي هتبقى متجننه دلوقتي، مش انت اللي هتكون متجنن. فهي لما هتيجي قصاد الناس او الاستراتيجي بتاعتها انها بتبوخ عليك تتعصب، تيجي قصاد الناس انت اللي تتعصب، لا، يبقى انت كده خدت حقك وقتي، وفي نفس الوقت قصاد الناس برضو ما تعصبتش، فيبقى كده مفيش اي خطأ اتاخد عليك. انت ما ينفعش يتمسك عليك غلطة جوه الشغل، لان وانس ان اتمسك عليك غلطة او حد وقعك في الغلط يبقى انت لو وقعت في الغلط مش هما بس اللي غلطانين، انت كمان غلطان عشان انجرفت وراهم. من الحاجات اللي ممكن تستخدموها في الريتن كوميونيكيشن هي الايموجي. احيانا كده بيبقى الكلام بيبقى شكله جاف حبتين لما نيجي نبعت لحد رساله على الواتساب، يعني بتكوميونيكيت مع الكوردينيتور مع السوبرفايزر وفي اصلا سام تنشن ما بينكم، فالاحسن هنا ان انتوا تعملوا شويه ايموجي كده في وسط الكلام، فبالتالي هم لو خدوا الرساله دي راحوا ودوها لحد تاني يقولوا بص بيقول ايه عليا، ولا بص بيكلمني ازاي، فاللي هو يا ستي ما حطيت لك سمايلي فيس اهو، الراجل ما يقصدش حاجه والدنيا تمام يعني. فالايموجي في الريتن شات ممكن تبقى بتخفف من حده الكوميونيكيشن، او بيبقى شكلها اللي هو انا بتكلم بتون هاديه، يعني دي بتريبليس شويه الانتونيشن او التون بتاعتنا واحنا بنتكلم مع الناس. لو انت بتبعت ايميلات ومش هينفع تستخدم فيها ايموجي او كده، طريقه الكلام اللي هو would you kindly وبليز واي وود ابريشيت ات، فبالتالي لما يروحوا ياخدوا الميل دوت ويوروه لحد يبقى ساعتها خلاص ما هو بيقول لك بليز، يعني هيعمل لك ايه في الميل يعني. فبالتالي يبقى دي واحده من الطرق الثانيه برضو اللي بنوري فيها الناس ان احنا بنتكلم بهدوء. وفي كل الاحوال ودي اهم حاجه، وقت ما تتحط تحت ضغط حد بيضايقك في حاجه بيتكلم معاك بشكل وحش، حاول تنسحب من الموقف باي شكل علشان خاطر تهدى وتعرف تفكر كويس. من اكتر المشاكل اللي بتحصل وهي ان الناس بترد بسرعه وبتبقى حاسه ان انا اتحطيت في الموقف حالا فانا مضطر ارد بسرعه، انا غيروا لي مواعيد الكلاسز بتاعتي كلها وفرضوها عليا فانا لازم ارد عليهم دلوقتي حالا. مش محتاج ترد عليهم حالا، دايما عود نفسك كده اي حد يطلب منك حاجه سواء طلبها بشكل لطيف او مش لطيف ساعتها تقوم قايل له let me think about it and get back to you، let me check my schedule and get back to you. ليه؟ لان ممكن انت تنفعل وتخسر كل حاجه في لحظه، او حتى لو الكلام جاي بشكل لطيف ونبي يا مس فلانه تعالي ادينا الكلاسز بكره عشان خاطر مس فلانه التانيه غايبه، طيب اديني ساعه بس اتاكد ان انا ما عنديش حاجه بكره وارد عليكي. خدوا الساعه دي ما تعملوش فيها اي حاجه، انتوا ممكن تبقوا متاكدين ان انتوا ما عندكمش حاجه بكره
ولكن it's always better to get used to the good habits. اتعودوا ان انتوا يبقى عندكم good habits عشان خاطر عقلكم يكون بيفكر بالشكل ده، ففي الوقت الصح يطلع منكم الرياكشن ده بشكل تلقائي، ما يبقاش بشكل متحفز. يعني قبل بس ما ينفع تدينا مثلا سيشن الاسبوع الجاي في الكورس الفلاني، او ينفع نغير السكيدجول بتاع كورس الانجليش من الاسبوع ده للاسبوع ده، طيب let me check and get back to you. هاخد لي نص ساعة ساعة يوم، المهم ان انا هرد عليكم في الوقت اللي ما يتسبب لكمش في اي مشاكل. يبقى في الحاله دي كده انا ضمنت ان انا ما عنديش اي كوميتمنتس تانية، ورديت وانا هاديه. ممكن يكون الوقت ده جه وانا مثلا بتخانق مع حد، بزعق لحد، متعصبه، صاحيه من النوم، مش شايفه قصادي لسه، فاخد وقتي ان انا افكر بهدوء وبعد كده ارجع للشخص عشان خاطر اديله الاحتياج بتاعه عادي جدا. اخر نقطه هتكلم فيها في الجزئيه دي، وهي احنا مش بنرمي باللوم على حد. يعني في مشكله حصلت وانتوا عارفين ومتاكدين ان الشخص التاني هو المتسبب في المشكله، ما ينفعش باي شكل اجي قصاده او قصاد المدير او قصاد الناس التانيه واقول لهم ما ميس فلانه هي اللي عملت كده وهي اللي غيرت السكيدجول من غير ما تقولي وهي مش عارف ايه. مفيش حد بروفيشنال هيتصرف كده. الشخص التاني مخطئ، واحنا هنتكلم بشكل لطيف جدا نقول والله مس فلانة هي كان فعلا السكيدجول محطوط بالشكل ده، بس يبدو ان في سوء تفاهم حصل والسكيدجول اتغير بشكل ما، عارفين المبني بالمجهول كده، ولا المبني للمجهول، احنا غيرنا السكيدجول، هي السكيدجولز هي اللي اتغيرت، هي مين اللي غيرها احنا مش عارفين. فهي الفكره كده، انا بقول اعتقد ان في سوء تفاهم حصل وبعض المواعيد اتغيرت بشكل ما كانش مناسب بالنسبه لي، وما لحقناش بس نعرف عشان نظبط الموضوع مع بعض من غير ما نطلع الشخص التاني غلطان. البني ادم ده لو عنده اي ريحه الدم هيبقى بي ابريشيت طريقه التعامل المحترمه دي. طب لو هو ما عندوش دم، خلاص احنا عملنا الصح لوجه الله، وعلى الاقل يعني اللي هو ايه، ما بقيناش اعداء قوي. يعني في ناس احنا كده كده مش هنبقى اصحاب، بس طالما مش هنعرف نبقى اصحاب يبقى الافضل ما نبقاش اعداء، يعني هنحيدهم شويه. يعني في مثل كده بيقول اللي ما تعرفش تكسبه حيده، الا طبعا لو في ناس يعني هم فعلا اثيكلي الدنيا بايظه خالص واحنا مش هينفع يعني نشتغل مع بعض باي شكل، يبقى في الحاله دي الافضل ان انت تقطع العلاقات مع الناس دي على قد ما تقدر، عشان خاطر لا نبقى اعداء ولا نبقى اصحاب ولا نبقى بنحيدهم ولا يبقوا موجودين في حياتنا اساسا. دي كانت واحده من المشكلات اللي اتبعتت لي. تقدروا تشوفوا ردود على مشاكل تانية في كارير التدريس، وتشوفوا كورسات تانية بتخصص اكتر او تكنيكال اكتر في مهارات التدريس المختلفة على قناة تيفلشيب. كان معاكم في الفيديو ده قبل بسمة، اشوفكم في الفيديو الجاي، يلا اقعدوا بالعافية.